بيك يا فندم. اتفضل. شكرا. اخبارنا ايه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسه وافقت تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم، هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك اما شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضل له في العمر قد ايه؟ على راي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبالنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعوا كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا ما شربتش قهوه لسه، ولا اقول لك بلاش احسن يمكن تعمل لك حموضه في مكانك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك يا سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. تفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا طبعا. طبعا ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر، وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحه سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه؟ من عين المحمودية مركز البحيرة. عاوز حاجة؟ أنا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الإسكندرية. يا حنن. يا حنن يا جدع أنت؟ شايفني بقول لك لله؟ بقول لك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد، خليه يخش. هو خاس علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف يا بيه فين؟ اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريف حاجات كتير رجعها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده. انا يالك بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فال الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه، من ساعه ما كنت جيت ادي في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعة. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حكمان ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبة تعدي الا اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وانا ايه بقى يا شعبان؟ نعم قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى بيه تعبان وعاوز يستريح. ما قاعد مستريح اهو. معلش برضه
يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طيب طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جايب المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله منين؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحه البيه. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. شكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذره يا سعاده البيه. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيت. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا سعاده. مع السلامه. نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم. ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه، انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه، طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. اه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقولها يا عم. لا اله الا الله. أنا عندي فكرة إنك زميل زينب في الشغل. الإصلاح الزراعي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول إيه يا عم؟ أنا أصلي حضرت قبل كده مياتم وأفراح وطهور، إنما أول مرة أحضر خطوبة وما أعرفش هما بيقولوا إيه. قول أي حاجة يا ابني. هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني،
ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقول محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا، انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه، جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني، بس انا دلوقتي قاعد في اوضه انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عمي؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. الله، ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظ انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصاله. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجوز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده اللي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه يا اخويا. بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان، انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول، من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة، على السلامة. اهلا 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 يا سعد البيه. اهلا يا سعد البيه، ده ايه النور ده كله يا سعد البيه؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا. هتستغلوني ولا ايه؟ ورايا ورايا في كل حته، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمه من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينه ده؟ ده فل وياسمين يا سعاده البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. ازرعوا حاجه مفيده ليها فايده، ارقم، ملوخيه، شويه باميه، مش طول نظر وشم. معاك حق فعلا يا سعاده البيت، معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحيه طيبه وأرجو أن تكون بخير، وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا
واقوم الان بالتصفيه، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الاسبوع، وما ان احصل على المال حتى اتي اليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مره اخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما انك قد مت فعلا، والحمد لله ان هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. اوصيك بنفسك حتى اراك قريبا جدا جدا باذن الله. والدك الغطريفي. ليك خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا سيدي؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خل، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها لقيتها زيادة، لقيت الحل، هجيب الشقة بس في عرض جاه النبي. خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني. احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يوه حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغالي قوي ده؟ ماله ده اللي انا زرته ده؟ اه لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت، بس انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي خبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير؟ خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده بكلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايش شقه. شقه؟ تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه، وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلي، ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات برضه، ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح. ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو
شعبان البيت سباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا، محتاجة قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى تمشي. امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده راجل محترم. ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس، وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته. ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نفش ريشك كده. ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال. اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصرم على دماغكم في الاخره. ايه، كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك. هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي.
وظيفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا تمام. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخر. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي. إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد. إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من الحواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6,000,000 جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي علي انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة. وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وفين الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر قباني من هيني ولا هتقول الواد شعبان من هيني؟ تعالى معايا. اتفضل. انت بتحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. القباني بيقول كده. وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تيجوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو شعبان. مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. مش هيا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها 4 ايام خاص، المهية تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. خلاص
فهمت؟ ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمة الغطري في ماني فاهم حاجة، أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فاهمة تقيل شوية. هتقف قدام الموثق، هيقول لك أنت فريد، تقول له آه، والباقي علينا إحنا. أقول له آه والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجة معمول حسابها. بمنتهى الدقة. أنت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم. وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات. وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما فلوس الغطري في بيلك سيبها بعرق جبين وتروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000 ولا أقول لك 4. لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني، أنا هلعب معاكم اللعبة دي بس آخد نص الورث. أنت مجنون؟ لا حرام، وأنتوا كمان حرامية، ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافية. سلام عليكم. تعالى مرحبا. سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. الشهادات الدراسيه شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطري. في اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد، بس كله لهف. لكم في عونك. المهم يعني كل حاجه اتسبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومه مجموعه اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي. فريد الغطريفي. ها يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الأول؟ حاجاتك إيه يا ابني؟ أنت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا يلا على رأيك. ايه
من قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه يا قاضي؟ لا يا عم احنا ما اتفقناش على كده. هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيه على التركه. فريد الغضريف. السلام عليكم. تعالى هنا. انت رايح فين؟ لا يا عم يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه واحنا بنلعب؟ ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في بنتي. تزوير ايه يا استاذ؟ واحنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما يعطلناش. يلا نشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقه؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ الف مبروك الاعلام الشرعي. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشاري جاهز، ومعادنا معاه بكرة. على خير الله. يلا بقى. ما أنت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وأنتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يا ما أنت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خير الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمه الله. ناقصين 30 جنيه. كويس. انا عديتهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسهم. ده تكون نقطة. السلام عليكم. عرفتني يا فريد بيه. راجع البلد قبل المغرب ما يدى. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسي على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكاته الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى. شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش. هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. انا بيتي موجود وتحت امرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقهم. شوف انا اهلا وسهلا. انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا شعبان. انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سال عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما هي هايله. ايه تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا
ما هني انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني حرست حالي وروق الاناني وجات لك على طول مره واحده. لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه عايز؟ قشين سلف؟ قشين انت اخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجلي الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولد الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولد؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. هدي البس جرافاته زي دي يا راجل، ككرفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، بان عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. محمد تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟
من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هي اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده، تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا ما اعرفش، بس يبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيشه ابو زرق بتاعكم دي. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره اجيبها لك جاهزه مفروشه بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل. ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر،
الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل رسالتك. اتفضل. تمام يا فندم. تمام. متشكر. السلام عليكم. ألف جنيه عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده. مش تبقى قريب وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسره ايه؟ ده انا كنت عاملها لعبه عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. ما انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه ونثبتهم، ما يبقوش ظهراء. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم، يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمرة غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمرة من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحدة تانيك. عشتي يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليلة؟ لا بقى، انا الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. امال انا مش قبها، ما انا قبها اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مالناش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الجواب، انت حاسبني في مصر كده من اربع حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى انا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس انت. انا جاي. وانا كمان جاي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عن إذنك. الخير. اهلا 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 بالقشطه. اتفضلي. اهلا وسهلا. لا كل هدايقكم. تضايقينك؟ معقول تضايقينك؟ لا ابدا. اهلا وسهلا. قريبك الامور ده يا عبد الجواد بيه؟ امور؟
كل ده هو امور شايفاني معلق البزازه في صدري. دمك خفيف قوي. اسمك ايه؟ فريد بيه الغطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم ولا في اللي قبليه؟ ده وزن. ايوه نعم تعرفنا على بعض قبل كده. اهلا وسهلا. بغير بغير. يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعه بسرعه. على فين يا جميل؟ كنت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ اتفضل. ميرسي.
يا صباح النور، يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه، يا بيت مرحب بالعصعصه، يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. يا عم ده بواب. ايوه اصحاب البيت. 3 كيلو كباب خالد ده، وازازه بيره ساعه، وعلبه سجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرز البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. ايوه ايوه يلي. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا بالمتختة، اتفضلوا. هلو. خليك قريبة مني عشان لو فتشت عند اهلك. تعالى يا جبل التوبة بنتي، تعالى. خش. يا عبد الرواق. ايوه يا سعد البيت. عجل كباب وحرطوشتين سجاير سوبر مستوردة و18 صندوق بيري. حاضر يا سعد البيت. سعيدة بقى يا فريد بيك، أشوف وشك بخير. ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطة الفاطسة؟ ده راجل جايز، على الأقل عنده شقة. يابا سباك، سباك. سباك؟ وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي، عيل، اتنين، تلاتة، أربعة، إنما ده عنده شقة. مش متجوزاه، فاهمة؟ اه، ياكل كل بيستنيه الجدع ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش. هيقب الغايب حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه بجوابه للصفان. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي. وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه. ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو. هلو. شال ارقام جان؟ نعم. شال ارقام جان؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو فريد بي، ضفت العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ اه، هستلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر السواق، مالكش دعوه انت. الزحمة والمصورة فيها بالخير عشان دي أول دفعة
هتمسك مصر بالموديل. يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي نقوم نرقص؟ ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي، احنا عيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان؟ كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. وماله، استناها. عجبك الدوشه دي؟ بتهيألي قلقاكي مش عارفه تنامي. بس المخده مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخده ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركه منصور شيفورلي عن وصول اول دفعه من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان اول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينب يا زينب. ايه؟ تعالى شوف يا واد. ايه؟ بص كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ مين اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب قمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى، شعبان. انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم، هم تيكا تيكا هم هم.
هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصة تانية بقى. فرصة تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط؟ زينة خش يا مسيد. امرك يا دي. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متاكده ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينه. وايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش ايه الحكايه. انت ما قلتليش غير على حاجه واحده بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس، تعالي انا هقول. تعالي يا زينه، تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من خيال. اني جالي عبد ال على العموم مش وقته، وانا هبقى اقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جايلك، بس ما انا هقول لك. انا كنت هجيلك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي. وانا كنت جايلك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت. بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيله جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلل ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جايلك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي، يعني اللي حشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمة. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمة، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقة يا زينب. أنا كنت جاي لك يا زينب، إنما اللي حشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقولك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلاء حمرا. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينه؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح
مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ما هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه في العلب، بس هم بقى جسمهم فارم كثافه السكر 412000. ما تقدرش يا شعبان، مليون عين انت في حياتك. زين ما انا ده كل دي كثافه سكريه يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغة وبقابلني، وخدها مني كلمة حكمة من فتقة دي متاه يا شعبان. زين زين، تعالي من هقول لك، اصل كل دي كثافة سكرية يا زين. ايه مش هناكل؟ اكل ايه؟ عندك على الهبل قوي؟ امشي يا ترول، امشي امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا، كترات مطبخوخي هموك على الاكل قوي. في نصاب يستولي على ثروتي وافضل ساكت. ايوه بس ده خطورة، عشان انا خطورة ولا حاجة، انا داخل باسم تاني غير اسمي. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقة. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اجيبش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت، لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من عقل ثاني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون،
شوية بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنية من شيلي، المياه الصحية التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الأسرية. ما ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الأسرية؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمرة الهوا في أكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الأخوية. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، أنا عايز مشروع عليه القيمة. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وأنا مش عرفت، وأنا كان أبويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعب يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بولوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه صارونا في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه وقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، دول ناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجارين. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحي حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا، اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوه خشبه حبشي. ها الحكايه جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي وعايز ايه؟ طب مش تسال الاول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين لو مؤاخذه؟ انا فريد الغطريفي. نعم، فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلقى في ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس، 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقه، انا هكون عملي معاك. ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه، مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل. مع السلامه، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر، إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك، ومفيش سلام عليكم.
السلام عليكم. فيش عليكم السلام. ان شاء الله عقبال عندكم جميعا. سمي الله. يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبرك. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقت لكم على العريس المداه والبتاه كله لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده يا عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه وصاحب البيت شكله نصاب. وانت كمان نصاب. قول له انت هو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت هو من هنا. قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا. يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه. يلا مستني ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير. معايا امر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه ايه؟ يعني وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين حبسه 4 ايام حبسه 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور مش هعرف ايه الحكايه الاول ده رايك يا فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني انا مش فاهم حاجه في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت الرقاصه اللي قتلتها نوال نوال انا قتلت نوال نوال مين نوال مين واعدام ايه بيه انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم يا عم في عرض جاهل النبي تتنيل وتسكت بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم بتعمل ايه يا افندم خدها شويش على الحجز يا ابني خدنا على فين حجز ايه اتفضل قدامك اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو اتفضل 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 ما تقول حاجه محمد عز المحامي حاضر على المتهم ادخل تحتك على اخوك الشرم حبيبي عبد الجواد امشي يا شيخ احنا ما عليناش حاجه بالمره احنا بعيد عن كل شبهه لازم اعصابكم تبقى زي الحديد
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا. انتوا بتخرفوا شعبان زلقى نفسه هيروح فيها. شعبانك علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. بيئة الرقاصه بقى تبقوا عارفين انه قاتل الرقاصه وتغرزوني فيها. ما يهمكش جمد قلبي. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي. ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معارضه وهيقلوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حال. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما اعرفش حاجة. اقفل ازاي؟ ده انا ما اعرفش اتفرج على فرقة مذبوحة. جم قالوا لي اعمل فريق عشان خاطر حكاية الورث والفلوس. انما انا شعبان وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله يا رب. اقول له قول له ان انا شعبان تقول لي لا حول الله يا رب. قولوا لي يا ست نرمان قولوا لي انا الامين. اهدى يا فريد مش كده اهدى. فريد مين؟ تقول لك انا شعب مجاوري. قول له يا مجاوري ابقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا ابقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب. هو ده طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خدوا اشاويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوان. انا شعبان. اتفضل انا شعبان يا اخوان. حرام عليكم. يا مؤاخذه يا شويش انا عايز اروح دوره الميه. وده وقته؟ امال وقته امتى يعني؟ حبكت دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته. انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمال بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس. حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب. حتى البصمات. حته دين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه.
ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلو قوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك ازاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها ازاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ حاجتي يا أست شعبان، حاطط قفل على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي؟ مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الإيواء العاجل؟ أنت مالك؟ نكملة لما تململة، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك اركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. ريحتهم من بتاع الربابيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي عادي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أبو كراكيب؟ تعال تعال. يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك بمئة سنه. صفحتك مش موجوده ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من واقعها. واقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد، خلينا نشوف شغلنا. هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسال عليه؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصل يا سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك، انت احلى من ترافولتا. انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه. يلا يا حبيبي الطاقه، مفيش فايده يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلامه. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافاته دي زي النيلة، وانت لا ترافولتا ولا حاجة، انت برضه بيخوفوا بيه العيال. ما تزعلش يا شعبان، ما تزعلش. ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من أهلك الطيبين؟ وأنا كان ليا حد. ليا؟ ايه؟ خالته نفيسة. نفيسة ماتت، عاشت 92 سنة، ما تموتش الا النهاردة. تعالي عالم يا هو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفة دي حاجة بقت تحير، اللي ما سابولك ورقة واحدة تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينة. اخصى عليك، ازاي تقول كلام زي ايه؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان، دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ إيه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي، عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت، مع السلامه وانا هتصرف. طيب. يلا زينب يعني يلا. على ايه في الزريبه؟ يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقلوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا، هتضيفوني الليله دي. مش عايزكم تتضايقوا. ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه ولا على بالكم حاجه.
واكلين واكلين. الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع. والمكان اي حته تناموا فيها. مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس. انت اللي جبت لراحتك يا اختي. يا اختي خد ابنك وخش جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي يما في المستشفى راح اوديلها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفوا خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيب ايه؟ قرطولي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك. طولي بالك عليك يا اختي. حياتيني الدور اخرى. خد ابنك وخشي جوه يا اختي. قطيعه الخلف ولا بيخلفوه؟ شعبان مين؟ زينب. ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب. ايه اللي جابك دلوقتي؟ هسيبك تنام من غير عشاء يا حبيبتي يا زينب. تعرضي نفسك للكلام علشاني. لو حد شافك معايا في السريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه. مش عارف، مش عارف يا زينب. بقولك ايه، انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها؟ انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا يا شعبان. اروح في 60 داهية. طيب طيب انا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر. هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ لا هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينه. وانت هتفضل هربان على طول. انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينه. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي. مش عايز اسيبك. انا كمان انا كمان يا زينب. ما نجيب قبلة في الحوس اللي احنا محتاسينها فيه. يا شعبان يلا. انت هتيجي اسال الحكومه. الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل، قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد ده فريد يا رجالة. فريد اللي قتل الرقاصة. امسك يا انا، اجري يا انا، علق عليه. انا هقول لكم هقول لكم كل حاجة. استنى بس. ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم. ده بيقولوا قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله بقى
تضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهرات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهزاك واشدك من الجرافات دي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب. ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل. يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش بنفسك في داهيه، ده مجرم يا اخوانا. انا شعبان. يلا 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 يا خدوا على النص. الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو الفاليرو. قريت المكتوب في الجورنال؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك؟ اطمن، لغاية ما سافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة. وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال ليني إن اسمه شعبان وعرفناها على كده، إنما أصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت. والجورنال بيقول اسمه فريد. والاهرام ما يكذبش يا سعاده البيت. ما كانش بيدفع اجره ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمه حكم، مالكيش دعوه بحاجه. يعني يا اولاد وديني في داهيه علشان امي قالت لك مالكيش دعوه بحاجه. ايه؟ وانا مش عارف اني كنت رمضان ولا شعبان، وانا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضره الارض الله نسيك، احنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤوليه. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت قادر يا سعاده البيت؟ طبعا فريد. احنا هنتوح عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكايه؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متاكده انه شعبان. فريد ايه هو راصد ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل بورس؟ هو شعبان، انا متاكده انه شعبان. وسيادتك بقى متاكده منين؟ هي الناس بتتاكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسه نصف ساعه للاستراحه. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثه ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شويه وهم لهفوا شويه، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس. قالت لي انا مهتم، اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معايا، انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك، وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار.
السيد الرئيس، واضح ان موكلي مصاب بلوثه، فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقليه للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك، يوسف يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. اسم انا عبد الجواد به الغطريفي. لا وسمحت فاضل معنا الاسم اللي انت عطوله يقوله هناك. طب نفضل معنا؟ فضل. كلهم في السجن، خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان، شعبان، شعبان مين يا شبان؟ أنا فريد، فريد الغطريفي، تجننت ولا إيه؟ إيه يا شعبان؟ إحنا مش اتفقنا إنك تعمل الحركات دي عليهم هما، ولا تعملها عليهم ليه؟ وخلاص المشكلة اتحلت. اسمع، أنت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ أدوهم يا أخويا هيحاكموك بتهمة النصب وتخش السجن سنتين تلاتة ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني أحلى أداني؟ طيب. مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. سلامة، خلي بالك من نفسك. أمان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فتح حمامة بالظبط. وأنا زي عمال حمص. مع السلامة. مع السلامة يا زينب.